يا اهلا بطلاب الصيدله، احنا هنتكلم الموضوع الفيديو ده عن الاورجانو نيتروجين والاورجانو سلفر كومباوندز. معاكم الدكتور مصطفى محمود حجازي. الاورجانو نيتروجين والاورجانو سلفر دي بتنتج في عمليه الديستليشن بتاعه فولاتايل اويلز، خاصه لو كانت سيدز. الالبومناس ماتر اللي موجوده عندي في السيدز دي بيحصل لها ديكومبوزيشن، بتتكسر وبتديني النيتروجين والسلفر كومباوندز واللي هي فولاتايل، وبتطير مع الفولاتايل اويل بتاعي اللي انا عايزه. احيانا بنبقى عايزين الاورجانو نيتروجين والاورجانو سلفر دي، احيانا بنبقى عايزينها واحيان كتير ما بتبقاش عايزينها. فلو احنا لو احنا مش عايزينها بنعمل خطوه تانية للفولاتايل اويل اللي موجود معايا اسمها ريكتيفيكيشن. يبقى انا عملت ديستليشن مره للفولاتايل اويل وحصلت على الفولاتايل اويل بتاعي معاه مركبات بالنسبه لي تعتبر امبيورتيز، تمام؟ فبعمل له دبل ديستليشن او ري ديستليشن، فبعيد عمليه التقطير بتاعه مره تانية، تمام؟ اذا كنت مش عايز الاورجانو نيتروجين والاورجانو سلفر كومباوندز دي، تمام. الاورجانو سلفر كومباوندز دي بتنتج عندي غالبا من الديجراديشن، من ديكومبوزيشن للثايوجلايكوسايدز. احنا قلنا الثايوجلايكوسايدز يبقى الجلايكوسايدز اللي هي بتحتوي على سلفر. امثله بتاعتها زي الهيدروجين سلفايد، ده موجود في الانريكتيفايد اويلز اوف انايس اند كاراوي. يبقى انريكتيفايد اويل يبقى اللي هو حصلت عليه من سنجل ديستليشن اللي انا قطرته مره واحده، انما لو عملت ريكتيفيكيشن او دبل ديستليشن مش هيحتوي المركبات اللي انا مش عايزها دي. تاني اكزامبل عندي الداي الليل داي سلفايد، ده اللي موجود عندي في البصل والثوم. تالت اكزامبل اللي هو الالايل ايزوسايوسيانيت، ده موجود عندي في البلاك موسترد اويل، موجود في زيت الخردل. وادي الاستراكشرات موجودة هنا على سبيل ايه التوضيح اكتر. الالايل ايزوسايوسيانيت لو احنا بصينا على خلفية السلايد الجميلة دي هنلاقي المستردة، المستردة اللي احنا بناكلها. طب ايه علاقة المستردة بالالايل ايزوسايوسيانيت؟ تمام، ما هو الريحة الطعم اللذيذ بتاع المستردة اللي هو البانجان دوت، تمام، ما هو ناتج عندي من مادة الالايل ايزوسايوسيانيت، لانها بنحطها في الفودز كاديتيف بتدينا طعم جميل بس بكميات قليلة، وهي المسؤولة عن الطعم البانجنت للمسترد والراديش اللي هو الفجل، تمام. يبقى السورس عندي البلاك مسترد والراديش. ازاي احضرها؟ اربع كلمات. بجيب البودر، اول كلمة ماسيريشن، بنقع البودر عشان ادي فرصة للانزيماتيك بنقعه في مية عشان ادي فرصة للانزيماتيك هيدروليز. يبقى ماسيريشن، لما لو بصينا على المعادلة هنلاقي السينجرين اللي هو الثايوجلايكوسايد حصل له هيدروليز بالانزيماتيك بالانزيم الميروسين اداني الايل ايزوسايوسيانيت. تاني حاجة الستيم ديستليشن، تمام، اداني، يبقى انا هحصل كده على الاويل. يبقى عملت انزيماتيك هيدروليز ثرو ماسيريشن، عملت ستيم ديستليشن، اداني اويل. الاويل دون بتاعي هيبقى هيفير ذان ووتر، بحصل على الاويل. وتالت خطوة بمرره على الكالسيوم كلورايد. كالسيوم كلورايد بمرره عليه لان الكالسيوم كلورايد ديسيكانت، هيشل المية من الاويل اللي نتج عندي لان الاويل بتاعي نتج في وجود المية. تالت خطوة ريكتيفيكيشن، بس الريكتيفيكيشن هنا، تمام، هيخليني احصل. احنا قلنا الريكتيفيكيشن بيفصل المركبات اللي انا مش عايزها، السلفر السلفرس والنيتروجين، انما هنا الريكتيفيكيشن هتخليني احصل على الماده، يعني ماده من مركبات السلفرس، تمام، عن طريق الفراكشنال ديستليشن، تمام. وبحصل على المركب اللي هو الالايل ايوسايوسيانيت في الفراكشن اللي هو البويلنج بوينت بتاعته ما بين 145 ل 152. يبقى اول خطوه الماسيريشن عشان نسيب الانزيماتيك هيدروليز ان هو يتم، ستيم ديستليشن، تالت خطوه ان انا بمرره على كالسيوم كلورايد عشان اشيل الميه منه، تالت خطوه الريكتيفيكيشن باي، رابع خطوه قصدي الريكتيفيكيشن باي فراكشنال ديستليشن، تمام. لما نيجي نتكلم بقى عن البروبرتس بتاعه الايل ايزوسايوسيانيت، هنلاقي ان هو يلو سترونج ريفراكتيف ليكويد،
له لمع لونه اصفر وله لمع جميله، له irritating odor تمام، وفي نفس الوقت lacrimatory effect ان هو بيخلينا بيحصل فيه lacrimation، الدموع بيخلي الدموع ان هي تتكون نتيجه الirritation effect بتاعه اللي بيحصل تمام. ليه احنا كاتبين سبرينجلي سوليبل ومستفيضين في البروبرتس دي؟ لان هو سبرينج لو ما كانش سبرينجلي سوليبل ما كنتش عملت له ديستليشن في وجود الميه تمام. بيحصل له ديكومبوزيشن بالاكسبوجر لللايت والاير، يعني لو انا ما قفلتش الازازه كويس، لو انا ما حطيتوش في ازازه لونها عسلي امبرد جلاس هيحصل له ديكومبوزيشن هيبوظ. يبقى اول حاجه لونه يلو سترونج ريفراكتيف ريفراكتيف ليكويد، الاودر بتاعته اريتانت، التيست بتاعه بانجنت، سبرينجلي سولوبل ان ووتر تمام، ديكومبوزز اون اكسبوجر تو لايت اند اير. اليوزز كفليفرنج فور فود برودكتس، طبعا بكميات قليله عشان لما نيجي نتكلم ونقول في تالت حاجه ان هو انترنالي ات كوز سيفير جي اي تي اريتيشن. طبعا لو انا خدت الماده بشكلها البيور وخدتها بكميات ايه؟ بكمية زيادة. استعماله الطبي عندي كروبيفيشنت او فيسيكنت، روبيفيشنت او فيسيكنت تمام، او بنقول عليها برضك بليسترينج ايجنت تمام، هي نفسها كاونتر اريتانت، دي درجات لعملية الكاونتر اريتيشن تمام، ان هو بيجي على الجلد بيعمل بيزود كمية البلاد سبلاي اللي جاي منطقة الجلد، فممكن استعمله في البلاسترز اللي هي المسكنه زي اللزقات اللي احنا عارفينها في الصيدليه زي لزقه الشطه مثلا، ما دي كاونتر ايريتنت. هنا لو نيجي نبص على عمليه البريبريشن، انا سبت هنا عشان احصل على الايل ايزوثيوسيانيت سبت عمليه الانزيماتيك هيدروليس انها تتم. طب لو انا حصلت على الزيت بالاكسبريشن بالعصر، زيت الخردل حصلت عليه بالعصر، يبقى هنا كميه الايل ايزوثيوسيانيت هتبقى قليله، فبالتالي الاكسبريست مسترد اويل از او اليس باورفول كاونتر ايريتنت، قوته اقل من الماده نفسها اللي انا حصلت عليها بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها فوق. ازاي بقى اعمل ديترمينيشن للالايل ايزوثيوسينيت؟ عن طريق الفول هارد ميثود ديت تمام، دي طريقه كومن تمام. انا عندي الاويل في سلفراس كومباوند بلس السيلفر نيتريت في اكسس، في وجود الامونيا هيديني راسب من السيلفر سلفايد، الراسب دون بعمل له فلتريشن وهيبقى عندي سيلفر نيتريت اللي هي ان رياكتد اللي هي ما اتفعلتش لان انا حاطط اوريدي اكسس تمام. هفاعل الان رياكتد سيلفر نيتريت مع امونيوم ثايوسيانيت في وجود الفيريك الم از انديكيتور، يبقى انا عندي الاويل في سلفر كومباوند مع السيلفر نيتريت في اكسس، في وجود الامونيا هيديني راسب من السيلفر سلفايد، الراسب ده انا بشيله والان رياكت السيلفر نيتريت بعمل لها تيتريشن مع الامونيوم ثايوسيانيت في وجود الفيريك الم از انديكيتور. بعد كده هنتكلم عن الاورجانو نيتروجين كومباوندز. احنا قلنا قبل كده في محاضره لينا ان الهيدروسيانيك او الاكزامبل هيدروسيانيك اسيد او البروسيك اسيد، الهيدروسيانيك اسيد ده احنا قلنا ماده مش مرغوب فيها خاصه لما نيجي نحضر البنزال دهايد تمام، يعني البنزال دهايد واحنا ان هو بينتج عندي لما باجي احضر البنزال دهايد مش عايزه يبقى موجود عندي في البرودكت لانها ماده سامه فيري توكسيك، الاجوني بتاعتها اللي هي سكرات الموت اللي بتسببها صعبه جدا تمام، وبتموت في دقيقه تقريبا تمام، يبقى انا مش عايز الماده دي. وفي نفس الوقت ما دام مش عايزها يبقى انا عايز اعرف موجوده عندي ولا مش موجوده تمام، يبقى لازما اعملها ايدنتيفيكيشن من خلال اختبار من اتنين، البراشن بلو تيست والجوينرز بيبر تيست، جوينرد وليس جويجنرد، جوينرد الجي الثانيه سايلنت. يبقى الهيدروسيانيك اسيد او البروسيك اسيد تمام، ده موجود عندي بينتج من البيتر الموند في الجلايكوسايد فورم بتاعه، موجود في الجلايكوسايد فورم بتاعه اللي هو في الاميجدالين او البروناسين تمام. اول تيست عندي بردك هنبص على الكلام اللي هو بولد بالاحمر دون، هنعمل ماسيريشن للباودر في وجود
في وجود السلفوريك اسيد عشان ندي فرصه للهيدروليز زي ما قلنا في السلايد اللي فات. هنعمل ستيم ديستيليشن، وبعدين اخد الديستيليت اللي نتج عندي دون احط عليه فيو دروبس من الصوديوم هيدروكسيد وفيو دروبس من الفيرس سلفيت على فيريك اوكسيد، تمام. بعدين اعمل تشيكينج بدايلوت اسيد، هينتج عندي ماده الفيريك فيروسيانايد واللي هي بلو بريسبتيت اللي هي راسب ازرق. يبقى الاول عملت ماسيريشن في وجود اسيد، عملت ستيم ديستيليشن تاني خطوه، حطيت صوديوم هيدروكسيد دروبس وفيرس سلفيت وفيريك اوكسيد، تمام. دي تالت خطوه. رابع خطوه عملت تشيكينج مع دايلوت هيدروكلوريك اسيد، فاداني بلو بريسبتيت من الفيريك فيروسيانايد. لو احنا بصينا على الخلفيه، وطبعا ده من جمال علوم الصيدله، ان انا حولت ماده زي البروسيك اسيد لماده اسمها براشام بلو. البراشام بلو دي ماده بنستعملها موجوده في الصيدله في علاج تسمم باملاح الثاليوم والسيزيوم. يبقى انا حولت ماده فيري توكسيك لماده علاجيه، وفي نفس الوقت بيستعملوها في البينتينج. يعني لو بصينا على خلفيه السلايد هنلاقي دي لوحه الستيري نايت بتاعت فان جوخ. الستيري نايت طبعا فان جوخ معروف، هو معظم الالوان اللي هي البلو كلر اللي رسم بيها اللوحه جاي من ماده الايه براشام بلو، وكلمه براشام دي جايه من البروسيك اسيد. تاني اختبار الجوينرز بيبر تيست. الجوينر بيبر تيست ده بجيب البيبر عندي بيبقى عليها الريجنت اللي هو بتاع الجوينر دون صوديوم بكريت. لما بيطلع عندي الهيدروسيانيك اسيد ويتفاعل مع الصوديوم بكريت اللي هو لونه يلو بيحوله لريد صوديوم بكراميت. الصوديوم بكريت في نيترو جروب، النيترو جروب الموجوده في الصوديوم بكريت هتتحول لامينو جروب زي ما احنا شايفين الرياكشن قصادنا. اليلو صوديوم بكريت، تمام، اتحول لريد صوديوم بكراميت. ازاي بقى اعمل ديترمينيشن لكميه الكميه اللي موجوده بتاعه البروسيك اسيد دي، تمام. الساينايد هيتفاعلني مع السيلفر نيتريت في وجود 10% بوتاسيوم كروميت از انديكيتور، هيترسب، هيحصل فيه راسب عندي، تمام. ده نتيجه التفاعل. اول نقطه زياده من السيلفر نيتريت هتتفاعل مع الانديكيتور وتديني سيلفر كروميت از ريد كلر، يبقى دي الاند بوينت بتاعتي. يبقى الساينايد هيتفاعل مع السيلفر نيتريت هيديني راسب، اول نقطة زيادة من السيلفر نيتريت تتفاعل لي مع العشرة مع الانديكيتور وتديني ريد كلر، هي دي الاند بوينت بتاعتي. عندي اخر ثلاثة اكزامبلز موجودين للنيتروجين كونتيننج كومباوندز، فاهمني، الاندول، الاسكاتول. الاسكاتول ده اللي هو 3 ميثايل اندول والبنزايل ساينايد. السورس بتاع الاندول من الجاسمين نيرولي ليمون فلاور، من الاويل بتاع الفلاورز، تمام. انما الاسكاتول ده موجود في الوود اوف سيلايتس ريكتيولوزا، وموجود في الهيومن اكسكريتمنتس كريزلت من الديكومبوزيشن للالبومينس ماتر. بيبقى موجود عندي في افرازات البني ادم نتيجه تكسر المواد اللي هي الالبومينس ديت. تالت حاجه ممكن احصل عليه اللي هو الاسكاتول من الاستريكنين لو انا عملت هيتنج للاستريكنين، تمام، في وجود الصودا لاين. انما البنزايل سانايد بحصل عليه من الليبيديوم ساتايفم اللي هو حب الرشاد. ازاي بعمل ايزوليشن للاندول؟ عن طريق ان انا بكون البيكريت سولت. نفس الكلام في الاسكاتول، بيكريت سولت برضه. انما في حاله الاندول بيبقى البيكريت سولت ده نوع عليه لاستراس ريد نيدلز، تبقى نيدلز جميله لاستراس. البروبرتس بتاعت الاندول، الاندول لو كان سنسيتك بتبقى ريحته وحشه جدا، تمام، ولو يعني ديساجريبل بيرزيستنت باورفول ديساجريبل بيرزيستنت اودر، ريحه وحشه جدا. انما لو كان بيور، تمام، وسترونجلي دايلوتد لو انا خففته جدا 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 بيديني ريحه الورد، تمام، وما بتبقاش الريحه ديساجريبل. طبعا ريحه الورد مش ديساجريبل. يبقى لو كان سنسيتك ونوت بيوريفايد هتبقى الريحه باورفول بيرزيستنت ديساجريبل. انما لو كان strongly diluted very diluted وبيور هيديني flowery heavy odor، تمام.
نتيجة للمعلومة اللي احنا عرفناها دي من الديلوشن بتاعه، بستعمله كفيكستيف وبستعمله في العطور، خاصة العطور الاورينتال الشرقية كفيكستيف في تريسز في كميات قليلة جدا. نفس القصة مع الاسكاتول، بستعمله بكميات قليلة جدا كفيكستيف. يبقى انا عندي الاندول ريحته وحشة جدا لو كان مش بيور، تمام. لو كان دايليوتد وبيور بيدي ريحة الورد، تمام، بتبقى ريحة قوية جدا. عشان كده استفدنا من المعلومة دي ان احنا حطيناه بتركيزات قليلة جدا تريسز، تمام، في العطور خاصة العطور الشرقية، وبستعمله برضك كفيكستيف. نفس القصة مع الاسكاتول. شكرا ليكم.